السلام عليكم، ازيكم في سنه رابعه؟ مع سلسله الانشطه الاقتصاديه اللي ما بتخلصش معانا دي، بس اللي بحب اطمنكم ان ده اخر درس في الوحده واخر نشاط اقتصادي معايا، وهو نشاط السياحه. درس السياحه ده انتوا عارفينه عشان كنت خدتوه في العربي الترم الاول. انا معايا النهارده هنشوف حاجات مختلفه، اكيد طبعا في فرق بينه وبين درس عربي. تاني نفكر بعض، الانشطه الاقتصاديه اللي انا خدتها في الدروس اللي فاتت، خدت الزراعه، تربيه الحيوانات، صيد الاسماك، التعدين والصناعه والتجاره. الحمد لله وصلنا بالسلامه لاخر نشاط اقتصادي وهو نشاط السياحه. يعني ايه سياحه؟ كل نشاط بنعرفه. طب يعني ايه ميس اصلا كلمه سياحه؟ كلمه سياحه هي انتقال الافراد او زياره طبعا الافراد من مكان لاخر. انا بزور مكان تاني عشان استمتع او ارفع نفسي او اتعلم حاجه، يبقى دي اسمها سياحه. يبقى السياحه انتقال الافراد لزياره اماكن معينه داخل الوطن او خارج الوطن. رحت مثلا الاقصر واسوان، رحت ازور الاهرامات، المتحف المصري، انا هو داخل وطني. رحت مثلا في دبي ازور معبد النجوم في دبي، اسبانيا، المانيا، فرنسا، انجلترا، اي دوله، يبقى انا كده هو بزور اماكن خارج بلد. طبعا مصر من البلاد السياحيه مشهوره بالسياحه، والحمد لله ربنا ادانا انواع سياحه كتير جدا ومناطق سياحيه بتجذب كل سياح العالم على فكره ان هم يجوا يزوروا مصر، لان هي عندها حاجات جميله جدا هنشوفها مع بعض في الدرس ده. فمن اعظم البلاد اللي بنفتخر ان هي من البلاد السياحيه. يبقى السياحه يعني ايه؟ انتقال الافراد لزياره الاماكن داخل او خارج الوطن. يبقى تاني يعني سياحه انتقال الافراد لزياره الاماكن داخل او خارج الوطن. انا عشان ايه اللي خلى مصر تبقى بلد سياحيه؟ اكيد في شويه حاجات عندها خلتها بلد سياحيه، اللي هي مقومات السياحه. مبدئيا كده عندي مقومات بشريه الانسان عملها، مقومات طبيعيه ربنا هو اللي ادها لنا سبحانه وتعالى، فدي سهمة ان انا عندي سياحة. مقومات السياحة عندي طبيعية وبشرية. طب تعالوا نتكلم عنهم، ايه هي المقومات الطبيعية وايه هي المقومات البشرية. تعال اول حاجة المقومات الطبيعية، الموقع. تاني بنلف ونعيد ونتكلم في صيف في نقطة الموقع، هو موقع متميز بين كل دول العالم، فسهل ان انا اوصل له، مش بعيدة بقى اقعد اركب 100 مواصلة ولا 100 طيارة عشان اوصل المواصلة، سهل عليا اوصل له. يبقى اول مقام طبيعي عندي الموقع المتميز، المناخ. مناخنا بشكل عام معتدل، يعني درجات الحراره مش عاليه، ما توصلش مثلا 50 60 فالناس هتفرهد في الصيف، ولا في الشتاء بتبقى تحت الصفر، فمحدش ففي الجو برد فمحدش بيرضى يجي، لا بالعكس المناخ معتدل جدا طوال العام، فعشان كده الناس بتقبل على زياره مصر. المناظر الطبيعيه في مصر كثيره جدا. لو كنتوا متابعين طبعا معايا الترم الاول في الفيديوهات اللي كنا بنعرضها، كان في صور الواحات معايا، دي مناظر طبيعيه جميله، الشواطئ اللي عندنا، الشعاب المرجانيه، كل المناظر الطبيعيه دي بتجذب السياح ان هم يزوروا مصر. في انواع من الرمال، العيون المائيه، لو انتوا عارفين الدفن في الماء، الناس بتدفن نفسها في الرمله دي، ودي بتعالج بعض الامراض، ومن هنا بتكون سياحه علاجيه. في بعض العيون المائيه زي عين موسى بسيناء دي عشان نستشفي فيها من بعض الامراض. يبقى تاني ايه هي مقومات السياحه؟ قلنا طبيعيه وبشريه. طب الطبيعيه زي ايه؟ موقع، مناخ، مناظر طبيعيه، وجود انواع من الرمال والعيون بتعمل تساعد ان انا هنا في سياحه علاجيه وتساعدني على علاج الامراض. يبقى ايه اهميه الرمال والعيون المائيه؟ انها علاج بعض الامراض. زي عيون موسى في سيناء، عيون موسى فين؟ في سيناء. طبعا اهو دي الكره الارضيه، هنا طبعا مصر، فده بيبين ان موقع مصر هو قريبه ما بين كل دول العالم، الشمس الساطعه، مناخنا المعتدل. المقاومات البشريه بقى، تنوع الاثار المصريه، عندي اثار مصريه كتير جدا على مر العصور، زي مسرح الروماني مثلا، عندي هنا في قلعه قايتباي، عندي في الاهرامات، معبد ابو سمبل، جزيره فيلا، وحاجات كتيره جدا جدا من كل الاثار اللي موجوده عندي. عندي الكنيسه المعلقه، عندي مسجد عمرو بن العاص، يعني عندي اثار اسلاميه وقبطيه والرومانيه طبعا هنتكلم عنها السنه الجايه واليونانيه، وعندي اثار الفراعنه. دي كده المقومات البشريه. وحد قال لي ايه هي المقومات او ايه هي الاسباب اللي بتخلي الناس تيجي تزور مصر او تقبل على زياره مصر ان ما فيش سياحه في مصر؟ اقول له والله انا عندي حاجات طبيعيه ربنا ادهن، زي الموقع، زي المناخ، زي المناظر الطبيعيه، لان في بعض الرمال والعيون بيجوا يزوروها عشان يعالجوا من بعض الامراض، وعندي حاجات بشريه الانسان عملها زي الاثار اللي سابها لي، فاحنا بنيجي نزورها. طيب السياحه ليها انواع، زي التجاره كده، عندي سياحه داخليه وسياحه خارجيه. طيب السياحه بتاعتي دي اللي هي الداخليه، جيت انا ازور اسوان،
هزور الاقصر، هزور شرم الشيخ، الغردقه، الجونه، انا مصري وازور اماكن مصريه تبقى سياحه داخليه. يبقى السياحه الداخليه دي انا هنا بنتقل لزياره الاماكن المعينه، بنتقل لزياره اماكن داخل الوطن. طبعا السياحه الخارجيه انا بنتقل لزياره اماكن خارج الوطن، بقى راح اسبانيا، راح اي دوله تانيه. طب هنا في بعض المناطق اللي عندي، هو نهر النيل هنا، ده المسرح الروماني. طبعا انا نهر النيل هنا دي جزيره فيلا، اهو دي بعض العيون المائيه زي عيون موسى في سيناء، وده معبد ابو سمبل، ودي كلها يعني حاجات او اسباب بتخلي الناس عايزه تزور مصر. طيب يا مس، بص بقى السؤال ده، رد فسر اهميه السياحه. هي السياحه مهمه ليه؟ انا مش مهمه، انا ما كنتش خدتها في الدرس ده. قال لي اولا تعالي نفكر كده، وانتوا عارفين الاجابه دي، انا عارفه انها بتزود الدخل القومي. طبعا جاي لي سياح عملات اجنبيه، تخش فلوس للبلد، فالدخل بتاع الدوله هيزيد. يعني ايه كلمه دخل قومي؟ دخل الدوله، الفلوس اللي جايه للدوله، النشاط زي الزراعه والصناعه والتجاره والتعليم والسياحه، دول بيجيبوا فلوس للدوله عشان تعرف تعمل المشاريع المختلفه. فالسياحه هتجيب فلوس كتير قوي، فبالتالي الفلوس اللي داخله للدوله اللي هو كلمه الدخل القومي هتبقى ايه؟ كتير. يبقى ايه اهميه السياحه؟ زياده الدخل القومي. يبقى تاني اهميه السياحه ايه؟ زياده الدخل القومي. طيب ايه تاني يا ميس؟ توفير فرص عمل. هي مش الاماكن السياحيه والشواطئ وكل الحاجات دي محتاجه عمال، يبقى هتوفر فرص عمل. يبقى لي بما تفسر اهميه السياحه لمصر؟ كله زياده الدخل القومي، يعني هتجيب فلوس كتيره لمصر، وتوفير فرص عمل للشباب. تمام، نكمل مع بعض بقى. وجبنا نحو السياحه والمواقف السياحيه، مش كل حاجه الدوله بس، يعني المره دي انا كمصري واجبي ايه اتجاه المناطق السياحيه او اتجاه المناطق اللي ربنا ادعاني دي بيبقى فيها سياحه، واجبي ايه اتجاه السياح اللي جايين يزوروا بلدي؟ هل اعملهم معامله وحشه ولا اعملهم معامله حسنه؟ طبعا لازم اعملهم معامله كويسه جدا، ما ينفعش اولادي ان انا استغلهم او اعمل لهم حاجه مثلا بسعر غالي، او ان انا اعرضهم للمضايقات او حاجات هم مش حابينها. بالعكس لازم احترمهم واعاملهم معامله كويسه، لان هم لما يروحوا بلاد بلدهم ويقول لهم لا انا كنت في مصر والناس في مصر بتعاملني معامله كويسه، هيشجع باقي الناس اللي في بلده ان هم تيجي لمصر عشان يبقى في سياحه، يبقى عامل السياح معامله حسنه. ما شوهش المناطق الاجسامية. بمعنى ايه؟ يعني ما تبقاش رايحه حاجه زي الاهرامات واكتب عليها اسمي، انا هستفاد ايه؟ ما تشوهاش، لان ده اللي انت تعمل كذا وغيرك يعمل كده، مع الوقت هيبقى شكلها مشوه ومش حلو. لازم نحافظ عليها، يبقى عدم تشويه المناطق الاثريه، لا ارسم عليها ولا اكتب عليها، ما ينفعش. الحفاظ على نظافه الاماكن السياحيه، يعني ما ينفعش ابقى رايح الشاطئ السياحي وبعد ما اكل ارمي اللي انا اكلته ده على الشاطئ او ارميه في المايه. الحاجات دي بتاذي العين. انا واحد سائح جايه مصر، فانا بشوف الشاطئ ده مش نظيف، طبيعي اقول لا، المصريين مش بيهتموا بالسياحه ومش بيهتموا بالحاجات دي، ولا فبالتالي مش هيتشجع ان انا اجي دي. يبقى ايه واجبي ناحيه السياح والمناطق السياحيه؟ اولا ناحيه السياح لازم اعملهم معامله كويسه. طيب ناحيه المناطق السياحيه اعمل ايه؟ احافظ على نظافه الاماكن السياحيه وعدم تشويه المناطق الاثريه. تمام؟ ده تاني خدت في الدرس ده، يعني ايه سياحه؟ مقومات السياحه، انواع السياحه، اهميه السياحه، واجبي انا مصري ناحيه السياحه. طيب ممكن يجي لي سؤال مثلا، ايه رايك في سائق عارف ان ده سائح اجنبي فرفع عليه اجره التاكسي؟ مشوار مثلا بياخد 10 12 جنيه، راح واخد منه 50 جنيه. هل ده موقف صح؟ طبعا موقف غلط، لان يعني علينا شعب استغلالي، فبالتالي مش هيتشجع السياحه ولا هيجوا هنا تاني. تمام؟ دي من المواقف السيئه اللي احنا ممكن نعمل فيها السياح بشكل غلط، دي مرفوضه تماما. طيب بلدنا بقى ممكن تعمل ايه عشان تنمي السياحه، عشان تزود ان الناس تيجي في السياحه ويبقى في اقبال في السياحه اكتر على مصر، عشان كل ما يجي سياح كتير كل ما دخل القومي هيزيد، مستوى يعني الفلوس هتبقى في الدولة أكتر، فبالتالي إحنا كمان هتبقى مرتبات أعلى. يعني أول حاجة أنشئ قرى سياحية وفنادق. عارفين القرى السياحية دي زي بورتو مارينا، زي بورتو السخنة، الحاجات القرى السياحية الجميلة دي اللي هي بيبقى فيها أكوا بارك وبقى وبسين والحاجات الجميلة دي، أنشئها أكتر، فهيتشجعوا إنهم يقعدوا فيها. أنشئ فنادق أكتر، لكن هيقعدوا فين؟ محتاج أعمل فنادق كتير عشان هم يكونوا موجودين، وتشجعوا إنهم يبقى إنشاء القرى السياحية فنادق. اجمل وانظف الاماكن السياحيه، دايما اخليها نظيفه ودايما تبقى جميله، فيجوا يلاقوا المكان نظيف فيساعد على زياده السياح. توفير الامن والامان للسائح،
حضرتك لو انت عارف ان انت جاي لو مفيش امن وامان انت معرض ان انت تتقتل تتخطف تتسرق مش هتعرض حياتك للخطر ليه؟ ما اقعد في بلدي احسن واروح بلد تاني. طب لو انا عارف ان انا البلد اللي رايحها دي فيها اهتمام بالامن عالي جدا وفيها امان للسائح عالي جدا طبيعي هتشجع ان انا ايه؟ يبقى هنشئ قرى سياحيه هنظف واجمل المناطق السياحيه هوفر الامن والامان للسائح. هعمل ايه اخر حاجه؟ تطوير وسائل طبعا. تخيلوا كده معايا الاهرامات اللي كل الناس مبهوره بيها واول اي سائح بيجي مصر لازم يزور الاهرامات. طيب سائح جديد ده مفيش وسيله مواصلات توصلني الاهرامات حتى يروح الاهرامات؟ لا طبعا محدش هيقدر يروح. يبقى لما اوفر بقى واعرف ان في وسيله نقل توديني الاهرامات هيبقى في اقبال على الاهرامات. اتصالات النت بقى والشبكات الانترنت الجيده، ما انا لازم اتصل باهلي، عايزه مثلا استخدم الانترنت ده عشان جي بي اس عشان اوصل لاماكن، فانا محتاجه هنا وسائل اتصالات. يبقى تاني الدوله هتعمل ايه عشان تشجع الناس ان هم يجوا على السياحه عشان تنمي السياحه؟ تنشئ قرى سياحيه هتنظف او هتجمل المناطق السياحيه هتوفر الامن والامان للسائح وهتوفر له وسائل نقل ومواصلات واتصالات. اخر حاجه هتوعي المواطنين باداب التعامل مع السائح. قبل كل الكلام ده يعني كلمه توعيه. كلمه توعيه يعني ادراك، يعني اعرفك ازاي تتعامل مع السائح، ايه الصح وايه الغلط. اعمل اعلانات مثلا في التلفزيون او زي البانرات اللي بتتعرض في الشوارع ان عن مواقف اتعامل بيها بشكل كويس مع السائح زي موقف سائق التاكسي ده. لا ما اعملش كده غلط، ان انا ما اغليش عليه الحاله. يبقى وعي المواطنين باداب التعامل مع السائح. دي صوره من صور القرى السياحيه طبعا شكلها واو جدا. تخيل لما نعمل حاجات تكون رائعه مش ده هيشجع السياح؟ تمام انا لحد هنا كده هو خلص الدرس. افكركم تاني باللي انا اخدته: السياحه، انواع السياحه، مقومات السياحه، جهود الدوله لتنميه السياحه، واجبي انا ناحيه السياح ومناطق السياحه. انا كده خلصت الوحده الاولى. شكرا يا اولاد، سلام عليكم.